من دبي دكتور هشام الجاد، استشاري الأمراض الباطنية والسكري معي للحديث أكثر عن هذا الموضوع. دكتور هشام، ماذا تعني لكم كأطباء هكذا دراسة؟ ما الذي يختلف هنا؟ بالنسبه لموضوع السكري، احنا كنا زمان بنصنف في طريقه السكري الى كنا نسميه انسولين ديبندنت ونون انسولين ديبندنت، يعني ما يعتمد على الانسولين والذي لا يعتمد على الانسولين. فاللي يعتمد على الانسولين كان اللي هم الاطفال معظمنا، واللي لا يعتمد هم كانوا الكبار. هو اللي كان نحن معروف بسكري طيب الاول، لا ما انا جاي لحد النوع كده. الاول النوع الثاني. سيدتي، كانت التسميه زمان خالص دي كانت التسميه البدايه التعامل معه. بعد كده لما بدانا نتطور شويه سميناه تايب 1 وتايب 2 انتزاعا من جزئيه اللي هي انسولين ديبندنت او نون انسولين، يعني يعتمد اعتماد كلي على الانسولين او لا يعتمد على الانسولين. فخلصنا من النقطه دي لايه؟ لايه الفكره فيها؟ ان حتى من التايب 1 اللي هو النوع الاولاني، بعدين بقى نسميه تايب 1 تايب 2 بناء على قضيه السبب الرئيسي للسكر. يعني بمعنى احنا لقينا في مثلا الاطفال اللي هم هل هم ترى منهم وراثيا ولا نتيجه ان فيش ان البنكرياس ما بيطلعش انسولين من البدايه، فكان او ان كان برضو مشكله تانية، يا ترى هل هي المشكله مرتبطه بان بيفرز انسولين ولكن هناك اجسام مضاده بتعمل عمل لا بحيث الجسم لا يستجيب للانسولين بيفرزه البنكرياس، فدي قضيه تانية. فاذا خلصنا من كده الى تايب 1 تايب 2. هنا بعد كده بعد فتره من التعامل مع هذه النوعيه لقينا ان حتى التايب 2 نفسه اللي هو بيجي مثلا الكبار، هم نفسهم بدانا نقسمهم زي ما تفضلتي بالدراسه اللي ذكرتيها، ان بيختلف بشكل او باخر. بمعنى ايه؟ ممكن يكون مريض سكري بس متين وزنه زياده، فبدانا نقسمها على ما نسميه البي ام اي او معدل كتله الجسم، اللي على اساسه ممكن يكون هو فعلا مريض سكري ولكن وزنه اكثر من اللازم. طيب هل ده يا ترى صاحبنا ده هل هنضطر نديله انسولين؟ الاستحاله، لان هنا الشخص ده لو اعطيته انسولين، الانسولين هنا اصلا هو عنده انسولين ولكن في اجسام شغاله ضده الوزن الزايد، فاذا انا مش هقدر انها اتعامل اديله انسولين. اذا باختصار مع تعاملنا كتير مع المرض بدانا ان في مش احنا بنشتغل ببساطه بنسميها زي الترزي، بيكيف كل مريض على حسب قدرته. فبدانا نقسمها تعامل كتله الجسم، عمر المريض، كميه الانسولين المفرزه عنده في البنكرياس من عدمها، هل في انسولين اصلا بيفرز البنكرياس ولا لا، واذا كان في انسولين بيفرز البنكرياس هل كميته كتيره وكافيه ولا لا، ولا كمان في اجسام بتشتغل ضده ولا لا. وبناء عليه هنا ظهرت الادويه الكتير. ايوه ظهرت الادويه الكتيره اللي على اساسها انا مش بالضروره احتاج انسولين، هل احتاج ولا ما احتاجش، هل في ادويه ثانيه بتساعد على ازاله التعامل مع المضادات الخاصه بالانسولين، فبالتالي يستجيب الجسم استجابه كويسه لكميه الانسولين في البنكرياس ان كانت موجوده في البنكرياس. اي هؤلاء اكثر ارتباطا بالوراثه ان كان بالنوع الاول او الثاني والفئات التي تشمله سكر الثاني، الاربع فئات؟ تفضل. طيب سؤال، احنا دايما المشكله دايما ننبه ان معظم الناس متخيلين التايب 1 اللي هو مع الاطفال في عامل وراثي، بنقول لا، هي نقطه التملي في التايب ولا التايب 1 اللي هو معظمهم في الاطفال مش معروف لغايه وقت السبب، يا ترى هل هو خلل في الجهاز المناعي، هل ان الطفل كان بيرضع ما فيش رضاعه فكان بياخد البان ابقار، هل في اجسام مضاده بتبقى موجوده عنده بطبيعه الحال؟ ده النوع الاولاني. النوع الثاني اللي هو معظم الوراثي هو الكبير اللي بيجي دايما بعد سن ال 40، معظم هو ده النوع الايه اغلب الظن انه في عامل الوراثي. انا اشكرك جزيلا، نكتفي بهذا القدر، اعذرني انتهى الوقت. شكرا جزيلا من دبي دكتور هشام جاد، استشاري الامراض الباطنيه والسكري.